السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سمارت درو بيديني إمكانية إن أنا أرسم حاجات جميلة زي النتورك دايجرام والفلوت شارت والأورجنايزيشن شارت. فهنا بيبدأ يديني بقى الأجهزة، تقدر تحط الجهاز بتاعك هنا وده هنا والسيرفر هنا وهكذا، يعني تقدر توصل بقى تحط الأجهزة تحتك وكل واحد فيهم تقدر تكتب الاسم اللي أنت هتسميه وتقدر تربطهم ببعض لو أنت حابب. مجرد تقرب كده يبدأ يديك شكل، فتقدر توصل ده بدوت وهكذا، فتقدر تعمل النتورك بتاعتك بشكل سهل. وعندك هنا اللاين لو انت عايز تختار من هنا وتبدأ توصل برضو، ومديك تكست لو انت عايز تكتب اسم حاجة معينة مثلا سيرفر، مثلا انا بكتب العربي سيرفر. وبعد ما تخلص ممكن تعمل اكسبورت للملف بتاعك ك PDF او SVG او تصدره للفيديو.